نبدأ مشاهدين هذه الجولة الإخبارية بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمة الرئيس السيسي تأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور تادروس أدهنوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بالذكرى ال75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية. إن الاحتفال هذا العام يأتي عقب الأوقات الصعبة التي مرت بالعالم تحت وطأة جائحة كورونا، وهي الأوقات التي أكدت أن الأمن الصحي لن يتحقق أبداً بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهداً جماعياً منسقاً. ومن ثم فإننا أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو اعتبار الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولي. إن التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت مصر منذ منتصف القرن الماضي باستضافة مقر المكتب الإقليمي للمنظمة الذي يدعم الأنشطة الصحية لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط. كما أود أن أشير إلى التعاون بين مصر والمنظمة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي بمصر في إطار مبادرة 100 مليون صحة التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في نطاقها الهائل وجودة وسرعة تنفيذها. كما امتدت مظلة خدمات هذه المبادرة الرائدة لتشمل العديد من الدول الإفريقية والأسيوية، تفعيلا من مصر لدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي. إن هذه الجهود وغيرها تمثل نموذجا واضحا على إيماننا العميق بأهمية التضامن الصحي والتزامنا الكامل بتعزيز وحماية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمنا صحيا مستداما. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.